هو مين اللي عمل ال مش احنا لسه جامد المعلم. طيب الحاله دي يا جماعه اللي هي كانت عمرها تقريبا 3 شهور كانت عمري 3 شهور والمورتاليتي 5 الراشن اكيد بيلت الراشن الراشن انبالانسد. اولا شوفوا لي كده الكروب شايفين هتلاقوا فيه نقط بيضاء شايفين يبقى اول حاجه ايه كانديدياسيس خلاص النقط البيضاء دي ثانيا شايفين الليفر اللي انتوا حاطين عليه صبغه ده في فورسيبس هات لي الفورسيبس ده كده شايفين هتلاقوا فيه نقط بيضاء صغيره على السيرفيس بتاعه الليفر في نقط صغيرة هنا خالص شايفينها النقط البيضة الصغيرة دي وفردتها على الايه بسترين على الليفر دي انديكيتد دي نسميها بران ماش لايك ابيرا دي انديكيتد بالبسترلا نسميها كروتك تعمل كده لا كروتك بس فاريوس اشي بتبقى اكبر حجما وبتبقى مختلفة في الحجم دي بتبقى عامله زي الرده شفت حبيبات الرده شوف صغيره ازاي وكلها متساويه يعني مش هتلاقي واحده اكبر من الثانيه كلها حجم واحد نقط صغيره خالص وكلها حجم واحد والسالمونيلا بتكون كبيره كبيره في الحجم وبتبقى مختلفه كل بالظبط خلاص يبقى الشكل ده كده اول ما ناخد ده انديكيتد لوجود ايه باستريلا ايه ده كونجستد هنا الاصفر ده كونجستد كونجيشن بنسميها ماربلينج كبيره الاجزاء الصفراء والاجزاء الحمراء دي بنسميها ماربلينج كبيره يعني ايه يعني في اجزاء من التشو اتاثرت قوي وحصلها كونجيشن البلاد فيزلز اللي فيها فظهرت واجزاء تانية لسه فعشان كده بتلاقي فيه في اختلاف اللون بروح جايبه الجزء اللي مقطوع ده وبروح ممرره على السيرفيس بتاعت الايه اهو يبقى انا كده عملت ايه امبريشن ده بقى كده يا جماعه بحط عليك حل لمده 5 دقائق عشان تعملي ايه تعملي فيكسيشن للطبعه دي بعد الكحول الخمس دقائق بروح احط عليه جيمس او سيلين بلو لمده 10 دقائق تروح صبغالي الخلايا دي بعد كده اشوفها تحت الاويل اميرشن ميكروسكوب لو في فعلا بصريلا هشوف بايبولارت اشوف بايبولارت خلاص والحاله دي برده ممكن اعملها في حاله السبايروكيتا واشوف سبايرال شيب هرسمها لكم دلوقتي هرسم لكم الشكل ده والشكل ده خلاص ماشي الباستريلا دي يا جماعه نورمال انهابيتانت فين باستريلا نورمال انهابيتانت فين في الريسبيراتوري خلاص دي نورمال انهابيتنت فين الريسبيراتوري اي ستريس فاكتور بتتحول للايه فصيل فانا عندي هنا شايفين اللنج شايفين اللنج عامله ايه هي بصيله طبعا سبسيما كلها بس بتعمل لي في اللنج كونجيشن اهيت او نيمونيا الى جانب الاقي في ايه في تربيديتي فين في الارساك شايفين الارساك اهي اهي خلاص اهي شايفين شكلها عامل ازاي شايفين الارساك عامل ازاي خلاص طيب شكل بقى الباستريلا ازاي لما نيجي نشوفها على الـ انا عندي وليكن هنا الخلايا دي مثلا خلايا الدم دي لو احنا واخدين ايه من البلد بتاع الايه بتاع الهارت البلد بتاع الار بي سي بتاعت التشيكن تو انيكليت ماشي او لو ياكل مثلا اللي هو الايه اللي هو الليفر خلاص خلايا الليفر بشوفها ما بين الخلايا بشوف البايبلاريت ازاي كده اهو شايفين شكل اللي رسمته ده اهو بشوفها كده اهو يبقى دي كده ايه بايبلاريتي بشوفها ما بين اوكسيتوسايكلين ايوه اوكسيتوسايكلين طول ما حاول يا اما بنديها انجكشن يا اما بديها ايه في الميه لو في الميه هتبقى 2 جرام على لتر ميه لو انجكشن هتبقى نص سنتي للكيلو في الاعمار الصغيره او سنتي للكيلو الاعمار الكبيره مع سلفا كوينو جزالين 1.6 من 10 جرام على لتر ميه بس كده
بعد الانتي بايوتيك بروح مديها فيتامين ألف دال 3 هي عشان تحسن الميكروفلورا الموجوده فين في الامعاء. طيب فاضل لنا بس الانتسانه السمير هنشوفها.